ينضم لنا رئيس نقابة مستوردي النفط مارون شماس لنستوضح منه شو وضع المحروقات بظل الأزمة، وقديش قادرين نحن نستمر بتأمين هذه المادة للبنانيين. صباح الخير. صباح النور. يعطيك ألف عافية. صراحة من امبارح عم نشوف عجقة، الناس عم تتهافت لتتمون او تعبي سياراتها او 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 او، في خوف من انقطاع المحروقات؟ اول شيء المنظر طبيعي لانه العالم اللي كانت تركت الجنوب اجت صوب بيروت، واكيد بدها ترجع تعبي سياراتها حتى تكون جاهزه في حال بدها ترجع تتحرك من محل محل ثاني. والعشاء اكيد شفنا عشاءنا انه العالم اللي كمان ما كان مع بنزين بالسيارات طلعت وعبت بنزين. هلا الوضع هو مثل ما سبق وشرحنا انه طالما البحر مفتوح ما في اي خوف، والكميات متوفره وموجوده، واكيد الزحمه اللي شفناها هي نتيجه كل هالضغط اللي صاير والحرب اللي صاير علينا. ولكن بتصور انه اليوم الامور لحتى ترجع تروق وتشهد من جديد حركه طبيعيه على المحطات، الا اذا صار في تصعيد جديد وصار في خوف من العالم حتى ترجع تركض وتتهافت على المحطات. يعني الوضع بتطمن انه بالمبدا ما في عنا ازمه بالافق القريب. اكيد ما في ازمه الا برجع بقول في حال صار في حصار بحري او صار في انقطاع قادرين تستوردوا يعني سلسله تغذيه الموانئ اللبنانيه بمواد البنزين او المازوت. يعني ممكن انه اليوم يصير في خوف من البواخر اللي بدها تجي على لبنان وتعتبر انه المخاطر عاليه جدا. وممكن انه تتعرض ل مثلا لاذى، وبالتالي بتتمنى انه تجي على لبنان. هيدا بس الخوف انه ما نقدر نرجع نستورد، بس الكميات اللي عندنا بتكفينا ل قديش مده اذا بقيت الوتيره طبيعيه ما زادت الطلب بطريقه جنونيه يعني. بطلب عادي بتكفي الكميات حول ال 25 يوم. بس هيدي وين خطة الطوارئ إذا وقعنا بحرب؟ ولا يمكن كنا نكون عم نزيد فترة الاحتياط من المواد؟ ما نزيد فترة الاحتياط لأنه شركات التأمين ما بتخلينا ما بتغطينا لكميات هال يعني فوق معدل معين. أنا بطلت عم بسمع أستاذ مارون. أستاذ مارون، خطة الطوارئ نتالي اللي بشروا الشعب فيها 100%، هذا كنت عم بسأله لأستاذ مارون. خطة الطوارئ يعني طمنونا أنه كل شيء مأمن، هلأ بنفهم منك أنه في فترة زمنية محددة وإلا ما في تغطية. شيء برجع بقول طالما البحر مفتوح ما في خوف. أوكي. يعني نحن عم ناخذ السيناريو في حال أنه لا سمح الله صار في تسكير للموانئ، هذا الشيء ما بتصور انه اليوم هالشيء وارد، واذا صار بس استاذ مارون يعني عم استاذ مارون بحرب شامله على لبنان، وهالشيء بكون نحن فتنا بمعطيات جديده، ويمكن ساعتها العالم ما فيها تتحرك اصلا، سو الطلب بيرجع بيخف. ان شاء الله خير. ما بعرف اذا عم تسمع عبده كان عنده سؤال. بس استاذ مارون انت كنت عم بتقول انه لا ما سمعت إيه. عبده. عم بقول كنت عم بتقول انه شركات التامين صباح النور صباح النور، كنت عم بتقول انه شركات التامين ممكن ما تامن من البحر اذا ضل الوضع هيك حتى لو مفتوح. لا قصدي إيه ممكن هيك قصدك استاذ مارون انه ممكن شركات ممكن الشركات التامين توقف تامين اذا حتى لو كان عم بتستورده، ولا قصدك غير شيء انه التامين بيكون لمده محدده؟ الشركات التأمين نحن بناخذ كمان اكسترا وور ريسك، يعني مخاطر الحرب. اوكي. ممكن انه شركات التأمين ترفض اذا صار في يعني حرب شامله، شركات التأمين بتيجي بتقول لك انه انا ما فيني أأمن لك على مخاطر الحرب، وبالتالي الشاحنات البواخر اللي المفروض تجي على لبنان اذا ما كان في تأمين ضد مخاطر الحرب ما بتجي نهائيا.
ان شاء الله خير. الله يهدي البال. يعني الله يهدي البال. رئيس نقابة مستوردي النفط مارون شماس، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك.